السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم استيكم توب 4 ربعه ديال المنتوجات تيك عندهم علاقه بالتكنولوجي ومختلفين ما مولفينش كنشوفوهم في السوق بزاف. الاولاني فيهم هيعجبكم الفصل الصيف ديال التبريد، ديال هاد الوقيته اللي فيها الصاد بزاف. ما نطولوش، لا بد خصنا نبداو بيه باش نتيستيو مع بعضياتنا. والمنتوجات كامل لا هو لا اللي من موراه كل مره منين خديتهم، بحال الكونسيبت اللي كدرت لكم في لا فيديو قبل ديال لي غادجيت، يعني منتوجات اللي منين كنكون مسافر كيبانوا لي كناخذهم وكنتسنى تندير لكم هاد بحال هاد الفيديوهات. فواحد جبتو من ابو ظبي، واحد من ماليزيا، وجوج من برشلونة، فلا بد غادي يعجبكم على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه ديال المنتوجات. فكيف ديما وروني شي تفاعل يكون واعر من ناحيه ديال لازم، بس ديما بقى نجيب لكم شي حوايج ما مولفينش كنشوفوهم. وغنبداو بالاولاني كيف ما قلت لكم الفصل الصيف، وهو هذا عباره عن برودوي كيدار في العرق وكيبرد. فيلا نيشان نديروا لي اول حاجه الانبوكسين. هذا اللي كتشوفوا سميتو نيك باند فان، هذا خديته من ماليزيا، بان ليا حيت كنت ديجا شفته تقريبا شي عامين قبل، مي ما جبتوش ما كومونديتوش، غير بان ليا وناخذو نيشان. كيجينا كيف ديما بوريقه ديال كيفيه الاستعمال، كابل يو اس بي تيب سي باش تشارجيو، والمنتوج بحد ذاته هو هذا. فراكم عارفين في فصل الصيف بزاف منا كياخذ فلفلات صغار بحال هذه اللي مورايا اللي كتشوفوا دابا، هذوك هما الفلفلات التقليديين ولا اللي كنا جربنا شحال هذه اللي كيديروا في البيرو، عباره عن مكعب كيطلق البرد معاه، كدير ليه شويه الماء باش يخرج داك الريح شويه بارد. فهذا فكره مختلف، فهذا غادي ديروه في العنق ديالكم بحال هكا وغادي يبدا يخرج البرد نيشان. هادشي اللي غنتيستيو. مي اول حاجه كتلاحظوا المهم الشكل ديالو كيجي بحال هكا في البلاصه كيف ما كتلاحظوا هذه ملي كيتشارجا. بوطون هنا باش كتحكموا فيه، في واحد لافيش هنايا باش كيوريكم لا باتري شحال بقات فيها. ولا بقيتوا باركين على هاد البوطون هي باش كتشعلوا هاد الفرفار، فيها خمسة ديال المود على حسب نتوما الريح واش بغيتو يكون شويه ولا مجهد، وفيها جوج بلايص رايت وليفت كيف ما كتلاحظوا. هادو هما منين كيدخلوا البرد اللي سخون، والبلاصه ملي كيخرج البرد الفوق هي هاد الفتحات اللي كتلاحظوا هنايا. هذا باش نجيكم صريح، عرفتوا قبل ما نبدا لا فيديو بقيت كنتفكر كنقول بشحال خديتو، ما بقات ليا لا تيكيتا ديالو لا حتى شي حاجه. ملي دخلت قلبت مثلا في علي اكسبريس، اثمن على حسب لي مارك ولا كاليتي كيتراوحوا ما بين نقولوا 45 درهم، يعني الثمن ديالو راه ما طالعش، حتى نقولوا واحد 150 درهم الا كانت لا كاليتي زوينه. وكاينين وحدين اخرين اللي نقدر نجيب لكم. المهم الا عجبتكم هاد لا فيديو الا وصلت غنقولوا ماشي شي حاجه اللي كبيره 2000 جيم، غادي ناخذ واحد اخر بحال هذا، ولكن في واحد البلاصه هنايا اللي كتكونجلا، يعني بحال عباره عن فريغو صغير بحال دوك اللي كيبردوا الهواتف اللي كنا ديجا بارطاجيت معكم، فكاينه في هاد الفرفارات توصل 2000 جيم غنكومونديها ونجيو ندير لكم ان شاء الله فيديو عليها. مي الفكره هي هذه، انتم شوفوا راه يقدر مع الميكرو تسمعوا الصوت كتشعلوه من هاد البلاصه، تبقاو باركين. الله عرفتوا هذا المود الاول كيبرد الصراحه، وكيف ما كتلاحظوا البرد طالع من هذه الجهه كامله. يعني هذا المهم غادي في فصل الصيف راه غيفيدكم، ولكن الا خليتوه مده طويله كنظن الناس اللي كيطروحوا دغيا من الاحسن ما يبقاوش دايرينو مده طويله، حيت كيجيكم البرد لهذه الجهه ديال الوجه ديالكم. ولكن اللي لاحظت فيه عاوتاني انه فليكسيبل كيف ما كتلاحظوا، على حسب نتوما في لا ديريكسيون اللي بغيتو تطلقوا فيها وكتبدلوا لي مود. ما عرفتش واش غتسمعوني مزيان مع الميكرو. هذا هو المود الخامس. واو والله حتى مجهد وكيبرد. دابا هو كيجي السخونيه من هنا، ها انتم كتبلوك هذه ملي كيجبد البرد، وهنا ملي كيطلق. الله والله حتى فكره زوينه، ما كرهتش نكمل الفيديو بحال هكا، ولكن ما تسمعوا حتى شي حاجه في الصوت. هذا شخصيا فاليدي، الا بغيتوا تبردوا في هذا الصيف لابد يكون عندكم شي واحد بحال هذا. وكيف ما قلت لك انا الثمن ديالهم ما طالش، جربوا تيستي، واللي الثمن ديالهم طايح على حسب لا كاليتي، ولا بغيتوا تانفيستيو فيكسا خذوا هذوك اللي لا كاليتي وشوفوا لي ريفيوز واش البرودوي والبائع ديالهم عندهم دي نوت زوينين ولا لا. المنتوج الثاني دابا هو هذا، كيجينا في بواطه بحال هكا من ستور كنت خديته، هذا من برشلونة سميتو اليوب كيف ما كتلاحظوا، كيجي معاه تما ورقه ديال كيفيه الاستعمال. مي هذا كنظن تكونوا ديجا شفتوه، هذا اللي عندكم اولاد الدراري الصغار ولا بغيتوا انتم تدوزوا به وقت. هذا بان لي غازيت حتى هو كنت كنشوفو تقريبا شي عام وصرف، كيطلعوا لي فيديوهات ديالو وبان لي في برشلونة، قلت ناخذ تما تا هو ما بقيتش عاقل، كان خصني الصراحه قلت ما ناخذ حاجه نكسب عليها. مي كنظن هذا ما فايتش واحد 100 درهم ما فايتهاش، في علي اكسبريس غادي تلقاو كاع بقلب 50 درهم لتحت. مي طبيعي حتى هو فيه دي كاليتي، هذا في بلاصه بدل هنا اللورانيه فين كديروا الحجر باش كيخدم، وكتشعلوه من هاد البوطونه الوسطانيه. المهم هذا هو الصوت اللي فيه، وكتبقى فيه موسيقى بلاتي
شو الصوت منين كيطفى. الفكره هو كيبقى يشعل فيه الضوء في هاد الدوارات اللي هنا، وانتم خاصكم تتبعوا داك الضوء بشكل اللي يستعمل فيه دي مود. فيه واحد المود سميتو ميموري مود، هو اللي عجبني كيخدم لكم الذاكره الصراحه. كيبقى يعطيكم مثلا كيبقى يشعل كل دواره كتشعل بالضوء، والبلايص ديالهم مختلفين، وانتم خاصكم تعقلوا على داك البلايص وتعاودوا تتبعوه. منين كتخشيو هاد الدوارات كاملين كتبركوا هاد البلاصه اللورانيه كتدفعوه باش كيعاود يخرجوا هاد الدوارات. والصراحه فيهم واحد الاحساس زوين بحال داكشي ديال فيتجيت سبين اللي كنا كنجيبو شحال هادي. وهادو تلاحظوا حتى كاين واحد السيكان ودي بوشيت فيهم هاد الديزاين. مي هادي دايرينها في هاد اللعبه زوينه الصراحه، فيها بلاصه ديال الباف هنا الفوق. لي مود كيف ما قلت لكم كيتبدلوا بهادي، الا بقيتوا كتبركوا دغيا كيدوزوا لي نيفو، نيفو 2 نيفو 3. اما الا بقيتوا باكين مده طويله كدوزوا للمود الاخر. ولا بغيتوا كاع تحيدوا الصوت راه كاينه بوطون هنا. الفكره الصراحه اللي بقات ليا في راسي كنت كنشوفها هربت ليا في بخصوص، وانا نقول ناخذها بلا ما نكومونديها يعني ونتسنى بك المده الطويله. مي كيف ما قلت لكم هذا الا بغيتوا تعطيو لولادكم ولا كادو لشي فرد من العائله فراه يقدر يعجبك. المنتوج الثالث دابا وهو عباره عن سبيكر اللي بلوتوث ديال لا مارك ال جي. اول مره شخصيا غادي نجرب شي سبيكر من عند لا مارك ال جي. وهذا كنت الناس اللي متبعيني ملي كنت مشيت لابو ظبي في ليفلمون ديالهم، فكنت خديت هذا وما حليته ما والو. تجدب الوقيته باش نبارطاجي معكم. ال جي راه معروفه بلا كاليتي، التلفازات الثلاجات ديالها، وانا جربنا ديجا درنا فيديوهات سابقه على بقيتو عاقلين النانو سيل والاوليد ديالهم. مي دابا اجي نشوفوا هاد السبيكر ديالهم. اول حاجه ملي كتحلوا البواطه كتلقاو بلاصه ديال اليو اس بي تيب سي، وحتى الباكاجينغ مختلف كيبان كاليتي. كتجبدوا نيسان ديك الساعات المنتوج اللي والله شوف اللمسه الاولى تحسوا بشي حاجه اللي واو. الثمن ديالو حتى هو ما عرف، المهم راه لا ريفيرونس ديالو غنخليها لكم نتوما ديك الساعات راه شفتوها في الانبوكسينغ ديال البواطه. قلبوا وشوفوا الثمن ديالو الا لقيتوه، مي واحد لا كاليتي باش مخدوم راه شي حاجه اللي بزاف كيف ما كتلاحظ. سميتو ال جي اكس بوم جو، واللوغو مضروب فيه هنا في الوسط بحال واحد ليفي ديال التوب هنايا. كاين كيجينا اللي زوين هو هذا الفصل الصيف، حتى هو بحالو بحال المنتوج الاولاني اللي كيبرد. فهذا كيجينا بالمعيار ديال اي بي 67 من ناحيه ديال المقاومه ديال الماء والغبره. هذه نقطه زوينه هذا الفصل الصيف يكون معكم شي سبيكر بحال هذا بغيتو تطلقوا مثلا الموسيقى. جوج بوطونات كاينين الفوق، وكاينين حتى جوج بوطونات اللور، وحده ديال باش كتكونيكتيو البلوتوث، وحده سميتها ساوند بوست. هذه ما جربتهاش غنجربها معكم ان شاء الله دابا. كنظن تاكتيفات الصوت غيتزاد. هادشي اللي طاح لي دابا في بالي. وفيه واحد شو لي ديتاي واعرين بلاصه هاد اللورانيه اللي فيها التقيبات، كاين واحد بحال واحد البوشونات صغيرين ديال السيليكون باش الا مشيتو حطيتو في الطابله ما يتزعزعش، باش تعرفوا بانهم فكروا في لي ديتاي. والحاجه اللي زوينه اكثر هما كاين جوج نقاط اللي عجبوني، وبلاصه الفوليوم فيها واحد ليكليك زوينين اللي مضروبه باللون الاحمر وكحل. والحاجه الاخرى اللي تاهي اثارت الانتباه ديالي وهو هاد الكابل اللي لاصق فيه كيبان قاصح ديال لي تريب وديال يكون مثلا فين ما مشيتو يكون معاكم. الفكره ديالو هو انك تاجوست بعدا من لهنا باش تقدروا تعلقوه ولا تربطوه في اي بلاصه بغيتو. ولا هاد الجهه الصغيره ما قداتكمش كتقدروا شوفوا تحلوه بحال هكا، شوفوا الكاب شحال كيولي طويل. كابل اللي الصراحه هذا كيف ما قلت لكم تحطوه في اي بلاصه، شي شجره مثلا ولا شي غصن ولا شي طونط ولا شي بلاصه في الطوموبيل على برا تقدروا تربطوه ويبقى مثلا مشدود بحال هكا. ملي كتسيري كتجبدوه كتردوه بسهوله هاد البلاصه فين كان اتاش. دونك يجينا ب 5 واط من الناحيه ديال الباف، ولا باتري قالوا كتبقى حتى 10 ديال السوايع بالصوت بطبيعه الحال اللي متوسط. الحاجه الاخرى اللي عجبتني فيه هو انه ملي كتشعلوه ماشي لابد تبقاو دايرين لونغ بريس يعني توركو مده طويله، هي كتكليكيو بحال هكا في اون كيشعل واحد الصون غير زوينه. ها انتم عاود طفيه سمعتوه دابا في الميكرو نعاود نشعلو. ها انت تستونيش دابا الصوت صدمني كان مجهد. دابا انا كومنتيتو بلوتوث ولكن ما تيستيش الصوت بلاتي. هذا هو الجهد. لا 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 بزاف والله حتى بزاف. هذا كنظن هو اصغر سبيكر بلوتوث اللي جربت لحد الان وفيه الصوت مجهد حتى لهاد الدرجه والله تصدمني. شي حاجه اللي بزاف. نجرب ديك ساوند بوست البوطونه نشوف واش غادير. صافي بزاف بزاف والله تصدمني.
بزاف. الحيده هذه العاديه شو ما مولفش كنعطي 10 على 10 ياك، هذا 10 على 10 سالينا صدمني لا من ناحيه الصوت لا باس لا داك الساوند بوستر بحالك حسيت بحالك تزاد واحد 60% ولا 70% ديال الجهد نريد بزاف. هذا هو اللي انا ولي ديما نستعملوا معايا انا الصراحه شخصيا، مي والله الا ننصحكم به، لا من ناحيه ديال الكاي ديال الماتيريال لا الصوت، برافو على اج. خصنا اش بان لكم جيبوا منتوجات اخرين ديال اج قولوا لي في لي كومونتير لتحت. والمنتوج الاخير هو هذا كنت خديته من نفس لا مارك ديال داك الكازيت اللي وريتكم قبيله ديال لي جو، ف كيجينا على هذا الشكل. هذا علاش صار انتباه ديالي خديته من عند نفس الماغازان، دخلت بانوا لي كازيت عند داك السيما مولفش كنشوفو انا ناخذ هادو، غتكونوا ديجا لاحظتوه كي بعض المرات كيكون في لي ديكور في لي بيرو ولا في الشركات ولا شي واحد عزيز عليه لي ديزاين داك الشيء اللي زويون. هذا على ود هادشي اش خديته، غادي يبقى في الديكور، مي الفكره ديالو بسيطه، كتركبوا هاد جوج جناب كيف ما كتلاحظوا اللي باللون كري في هاد ستاند التحتاني الكحل وصافي. الفكره ديالو عرفتي شنو، انا دابا تفكرت هذا كنت كنشوفو ملي كنت كنمشي عند الاطباء حاطينو في الديكور، شتو عند شي واحد ولا جوج، دابا ترجع ليا الميموار. مي الفكره ديالو هو انه كتشدو مثلا هاد الدواره بحال هكا شتو ومي كتلقاها ماشي هذوك الدوارات الثلاثه اللي حداها اللي كيتحركوا، مي لا كتعاود تهز هذيك الاخره اللي بقات بوحدها. الا كان عز عليكم لا سيونس داك الشيء اللي غير اعتيادي فهذا غادي يعجبكم، بحال واحد الراجل اللي بقيت عاقل صغير وكان كيبقى يتقلب ما كيحبش، فنفس الفكره ديال هذا كديرو بحال هكا وكتبقاو هذيك الاولى والاخرى كتحرك وكتمشي وكتجي. الصراحه كتعطي ديزاين زويون يكون عندكم في مثلا في البيرو ديالكم، ماشي شي غادجيت لي واعر، مي انا صراحه راكم عارفين كيعجبني شي حاجه من مول فاش كنشوفوها، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم حتى هو. دونك هادشي كيف هاد لا فيديو، كنتمنى تعجبكم، الا ما نتوما عجبكم اكثر انا هذا حيت ضروري فصل الصيف وهذا اللي صدمني. كيف ما قلت لكم تشوفوا لاشين كامله تقدروا تلقاو واحد ثلاثة ديال المنتوجات من نهار بدينا يمكن كنظن اللي عطيتهم 10 على 10، مولفش كنعطيها، مي هذا 10 على 10 في لاكاليتي وفي الصوت. شكرا مرة أخرى على التتبع ديالكم، عطيوني الآراء ديالكم كاملين شنو تبغيو نجيب، ولا وصلت كيف ما قلت لكم 2000 جيم غنجيب لكم هذه مكومونديها اللي في هذيك التقنية اللي كتبرد هنايا. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جايين قريبا، السلام عليكم.